مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدين ليالي الكويت وانطلاقة يوم جديد مع فقرات وضيوف مختلفين أكيد. طبعا محمد، وأيضا نحن دائما شعارنا أن التنوع هو هدفنا لإعطاء أكبر قدر من المواضيع والقضايا اللي نحب نركز عليها وأيضا المستجدات في مختلف المجالات. أكيد، وفي حلقة اليوم بنسولف عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ودورها في محاربة جميع أنواع الفساد مع ضيفنا الدكتور محمد بوزبر، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. وأيضا بما أن اليوم يصادف اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، راح تكون معنا شيماء العيدي سفير العمل الإنساني لشباب الوطن العربي، وأكيد طبعا هي النموذج المثالي في الوقوف بوجه مثل هذا المرض وتحويل خلينا نقول كل لحظة تشاؤم وضعف ممكن تمر عليها إلى زمن جديد من الإنجازات. أكيد، يعني نجلأ نبلش حلقتنا؟ يلا بعد الفاصل. يلا. اليوم في ليالي الكويت، الدكتور محمد بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في نزاهة، سفيرة السعادة والعمل الإنساني شيماء العيدي، سين جيم مع المحامية مريم المؤمن، تراي مع سعود بوشهري. داخل نطاق التجربة والقناعات، خارج سياق البهرجة والإثارة للشعر حاجاته، وأنا لي حاجات كل ما تذكرها أحس بمرارة. أجمل القصايد وأحلى الكلام وأشعار فيها حكم وامثال، يا صاحبي والناس فيها وفيها، ومن يبذل المعروف لابد يلقاه، لا تعطي الحاجة وتسأل عليها، كف الكريم اللي أعطت شيء تنساه. مع ضيفنا الشاعر سويد عبيد غدا في ليالي الكويت. عيون البشر أضحك وسوء ولا كنا فيني شيء. تغنى لكبار الفنانين فأبدع بصوته وإحساسه الجميل. ساعات أحس إني عن الناس في حال، وساعات أضحك من قسى الوقت وأبكي. الفنان بدر نوري في ليلة غنائية استثنائية. خلي القمر ليلة يسهر معي ليلة. الفنان بدر نوري الأربعاء في ليالي الكويت. الحفل الموسيقي لفرقة تقسيم تريو الثلاثة الخامس من فبراير بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. أمسية البيانو الكلاسيكية مع العازفة لول والشملان الأربعاء السادس من فبراير الساعة السابعة مساء على مركز اليرموك الثقافي. الحفل الغنائي لسفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد والفنانة شيرين الخميس السابع من فبراير الساعة التاسعة مساء بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. الحفل الغنائي لبلبل الخليج الفنان نبيل شعيل والفنان وائل كفوري
الجمعة 8 فبراير الساعة 9 مساء بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. الإرادة، الصبر، القوة، الأمل، كلمات يحتاج أن يؤمن بها كل إنسان لينتصر في معركته الطويلة مع أي مرض سيواجهه. فكيف هو الحال مع من اختارهم الباري عز وجل ليحاربوا أشد الأمراض؟ فعلى الرغم من العوائق التي تقف في طريقهم وأهمها الآلام والمتاعب النفسية، أولئك الأبطال ومنهم ضيفتنا شيماء العيدي الآن في ليالي الكويت. مشاهدينا، معنا حاليا بالاستديو ضيفتنا شيماء العيدي، سفير العمل الإنساني لشباب الوطن العربي. حياك الله شيماء، نورتينا. الله يحييك حبيبتي، النور نوركم. حياك الله. أكيد شيماء، وأكيد مشاهدينا لا يمكن أن نعيش دون أن يكون لنا هدف نسعى مرارا وتكرارا من أجل الوصول له، ولا يمكن لأهدافنا أن تتحقق إذا لم نمتلك الإرادة القوية، علاقة قوية بين الوصول إلى الهدف والإرادة، لأن طريق النجاح ما يخلى من العقبات اللي القليل يتجاوزها، ومنهم ضيفتنا سفيرة السعادة والعمل الإنساني شيماء العيدي. حياك الله في ليالي الكويت، منورتنا. الله يحييك، نور نوركم، حياكم الله. شيماء، مثل ما ذكرنا في البداية، اليوم 4 فبراير اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، أكيد عندك رسالة حابة توجهينها في مثل هذا اليوم. عادة الرسالة تكون بالنهاية بالختام، بس ببلش بمساكم الله بالخير، ويسعد مساء الكويت. أنا ولهت عليها وايد وايد، أول لقاء لي، أول طلعة من البيت تكون عبر شاشة تلفزيون الكويت. نعم. الرسالة ما هي مقتصرة على مرض السرطان فقط، اليوم رسالة شوية بتتوسع الدائرة للعائلة، العائلة اللي عندهم مريض سرطان. نعم. بغض النظر عن الاهتمام، بغض النظر عن شلون احنا نوقف معه اذا تغرب، نسافر له او نقعد معه، في شغلة بسيطة ممكن يغفل عنها الاهل. رسالتي للاهل وليس لمريض السرطان. نعم. لان الحمد لله خلال 4 سنوات مع المرض قدرت اني انا اوصل لقلوب المرضى الاغلب عن طريق مسجات بسيطة، رسائل بسيطة، يعرفون شلون يتغلبون على المرض، والرسالة وصلت لهم أكيد. نعم. اليوم رسالة للأهل، نبي جرعة إحساس بالمريض، لكن لا تحسسون أنه هو منتهي أو هذه الأيام الأخيرة، لا، لأن ممكن أي شخص صاحي ما في ولا شيء، الله يعني يريد أنه هو تنتهي حياته اليوم وتنتهي حياته. فمو بالضرورة يكون مريض السرطان ميت. فرسالة إلى الأهل، حبوه، اهتموا فيه، لكن بطريقة ملائمة لنفسيته، لأن الاهتمام الزايد ممكن يقتله. صحيح. ولا مبالاة ممكن تقتله. صحيح شيماء، الاهتمام الزايد. أكيد. احنا دائما نظن أنه هو بحاجة للمزيد من العطاء، المزيد من الاحتواء أو الحنان. معقولة هذه المشاعر فعلا ممكن تعطي نتيجة عكسية؟ هو الاهتمام والحنان أكيد مطلوب وأكيد احنا نحتاجه. نعم. هذا شيء مفروغ منه، لكن في أشياء توصل لحد أن لا تسوي، الوسواس، الاهتمام الزايد يولد وسواس. نعم. أنا ما أتكلم عن الحنان، بالعكس. نعم. الحنية حنحتاجها بكل وقت. كلنا مو بس مريض السرطان للأمانة. صحيح. لكن أنا أتكلم عن الاهتمام الزايد اللي يوصل حق الوسواس، أن لا تسوي، لا تأكل، فلان قال، فلانة قالت، أنا قريت. يعني مرضى السرطان
هم في علاج صعب بمرحلة صعبة باستئصالات أصعب وهيد أمور يعني هم يمرون فيها، لو يشرح ما يقدر يوصل، وهم الطبيب لو مهما يشرح ما يقدر يوصل. لكن المسألة لما يزيد الاهتمام ويوصل حق حد الوسواس، ممنوع تاكلين كذي، ممنوع تلبسين كذي، قالوا لازم تنامي بالوقت الفلاني. مثلا الحين انا وصلت حق مثلا انا بشرب يغمت مثلا عصير او مشروبات مثلا الغازيه كولا، ابي اشرب كولا، لا 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 هذه النقزه. الاهتمام الزايد هذا يعني يولد الم، ان كاني انا غير. انا ما اتكلم عني انا، اتكلم عن اطفال يعانون من هذا الشيء، اتكلم عن شباب يعانون من هذا الشيء. فالرساله بس مختصره للاهل، ديروا بالكم عليهم بس بطريقة لائقة فيهم تناسب شخصيتهم الجديدة، لأن هم قاعدين يواجهون شخصية ترى غير اللي عاشوا معها الأمر كله قبل. نعم. وبعد العلاج، فهذه هي الرسالة بكل بساطة. يعني تتوقعين التعامل ما بين أسرة المريض مع المريض نفسه، يعني العاطفة ما تحق لهم أن يكونون اهتمام زايد، ولا هذا ما يشفع لهم أنه خلاص أنا بعاطفتي أنه لما الله سبحانه وتعالى يكتب لأي أحد من حق ولده ولا شيء يسهل مرضى، ما تحسين العاطفة قد تدفعهم هذا الشيء، ولا هذا بعد المفروض العاطفة ما تأخذ الاهتمام الزايد مثل ما ذكرت أنت؟ هي العاطفة ممكن تظلم مريض السرطان وتظلم أهله، لأن في بعض الأطفال هم بعمر المراهقة يعطونهم أهاليهم الاهتمام الزايد وينسون إخوانهم. يعني مثلا هدايا السنعة حق المريض، الكلام الحلو حق المريض، يعني هو عزيز وغالي سواء كان مريض أو مو مريض. نعم. الغرض أني أنا أهتم فيه وأعطيه الاهتمام وما أحسسه أن أنت غير عن الباجي، علشان لا يتحسس زيادة. بنفس الوقت يعني أمسك العصاية من النص، بنفس الوقت أهتم فيه وأهتم بأوقات علاجه. يعني أنا أحاول أني أرتب مشاعري ترتيب كأني أنا أرتب خزانة الملابس، أرتبها من الألوان الفاتحة لما تصير للأسود، أرتب مشاعري معه. يعني أحاول أعطي نفسي مجال أني أفكر هو شخصيته شلون صارت بعد العلاج، أحاول أخذ وأعطي. إذا شفته تنرفز من شغلة هذه الجزئية ما أروح لها، أروح حق جزء ثاني، يعني ما أيلي منها وأقول له أنت قبل ما كنت كذي وصرت كذي. هذا الغرض. أما أن العاطفة بالعكس إحنا نحتاجها ونحتاج الحنان، مو معناته أن أنا أخلي الموضوع أسفه منه أو أقلل منه، لكن أتمالك نفسي بحيث أني أنا أمسك نفس ما قلت لك العصاية من النص وأتعامل معه بطريقة تليق فيه وبإحساس الجديد. جميلة، رسالة ما توقعناها الصراحة. نفس ما أنت ذكرتي قلتي يمكن رسالتي لن تكون موجهة لمريض السرطان لكن لأهل مرضى السرطان، رسالة جميلة منك تثير نقطة يمكن أغلب الناس مو حاطينها في بالهم. قبل كم يوم قلتي أنا اكتشفت أنه مر على فترة علاجي 4 سنوات وتوج رادة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبتي. شنو اللي خلاك تكتشفين فجأة أنه مر 4 سنوات؟ يعني هل فعلا كنتي شاغلة وقتك بكل الأمور المحيطة فيك لدرجة أنك ما استوعبتي مرور هذه السنوات؟ هي الإجابة ممكن تروح لشقين. نعم. الشق الأول إحنا كنا قاعدين نتكلم أنا والوالدة الله يحفظها ويطول بعمرها. فكان في أحد البرامج بالتواصل الاجتماعي تسوي تذكير أن العام كان فيه كذي، قبل سنتين كان فيه كذي. فأنا مثل طلعت لي رسالة فالتفت على تليفوني فقلت أوف، يعني إحنا حين دشينا بالسنة الرابعة. نعم. أنا انصدمت. فالوالدة قالت لا يما، إن لأن يعني حتى الوالدة لأن ما استغربت. يعني مو إن ما حسينا بهذا الوقت طبعا. قلت لك الإجابة تروح لشقين. الشق الأول إن أوف كل هذا صار وأنا ما أدري عنه، عدت كذي لأني أنا متفائلة وشفتها بطريقة ما. والشق الثاني إن كل هذا من عمرنا، وإذا أنا ما لحقت على الفرصة ممكن تعدي مني. لكن الشقين الإجابة ينحدرون في مصب واحد اللي هو إذا أنا ما تسابقت مع الوضع اللي أنا فيه مهما كان سواء سلبي أو إيجابي، وأنا قلت إيجابي ختمت فيها لأن إيه اللي تقع ترن بالإذن شوية، معناته أن الدنيا راح تمشي، ماكو أحد وقف بمكانه، ولو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. فإذا أنا تميت بمكاني وقاعدة أبكي وأقول أنا خلاص انتهت حياتي، احتمال بعد أنا ما أجيب عيال بعد العلاج الكيميائي، أنا بعد شكلي تغير، ممكن لو مهما أسوي أشياء أو أغير أو من مستحضرات تجميل ما تريدي نفس ما كنت، وأشياء تمر فيها الفتاة يعني الله أعلم فيها بالضبط، حتى الرجل أو الشاب، إن شواربي لحيتي أجيب عيال ما أجيب عيال، وايد أمور. نعم. لكن إذا إحنا قعدنا بهذه الزاوية السوداء
الحياة بتوقف لهني، بتلقى غيرك بيكمل بحياته، بنت بتكمل بحياتها. لكن الحمد لله من فضل ربي الوقت عدى علي بدون ما أحس، لأني كنت متفائلة. صحيح. بالإضافة إلى حسيت بكمية من المسؤولية، يعني أنا بالأساس كنت معلمة، فأنا مسؤولة من طلبتي. صح. في نهاية السنة لازم يكونون على قدر من التعليم، وإن شاء الله أنهم ينجحون ويروحوا المراحل الأخرى وإلى آخره. وقفت عن العمل بسبب الصحة، اكتشفت أن الله سبحانه وتعالى رزقني بعالم مو صف. العالم هذا في جرعة، يعني ما أدري، يعني خنقتي العبرة لما ذكرت، كنت قاعدة أخذها قبل لا أي الكويت بأسبوع، فطافت علي بنت في يعني بعمر الشباب، صغيرة اسم اللي عليها. نعم. فقعدت تمشي بالجرعة وقالت أنا تعلمت منك ترى أمشي، بس يعني ما أعرفها ولا تعرفني، فابتسمت حياك الله، كانت تقول الله يحييك عادي أيك تحياك، كانت تقول شيء ما أنا كملت. هي صيدلانية وصار فيها مرض السرطان وتدرس في مقاطعة من مقاطعات بريطانيا. نعم. يعني هي طالبة مبتعثة وحاشها الكانسر وهي مبتعثة، وهي مبتعثة كملت. نعم. وتخرجت ما شاء الله. قالت أنت خليتيني أتخرج؟ قلت أنا. قالت إيه، مو كلامك كان يقول أن الأمل وخلوا الحياة تمشي ومهما كان ما راح ننسى؟ إذن الرسالة هذه اللي عدت لي 4 سنين، دخلت بالسنة الرابعة أنا بدون ما أحس بنفسي، اكتشفت أني أنا قاعدة أنتج ناس غير عن طلبتي اللي أنا ما أدري عنهم، يحبوني من وراء شاشة، يسمعوني من وراء شاشة، يتأثرون فيني من وراء شاشة، غير عن الأطفال، غير عن قصص كثيرة أنا تكلمت فيها من قبل. لكن هذه الإنسانة حسستني أن يلا يا شيء ما كملي، سبحانك يا ربي. فما حسيت بال4 سنين يعني لأني أنتجت أشياء، ما أقول هي إنجازات، إنتاج أنا أفخر فيه للأمانة. وليش مو إنجازات؟ بالعكس هي أجمل إنجاز. شنو أجمل من إنجاز إنك تعطين أمل بعد قلبي؟ أنا عندي إنجاز يكون فقده يوم من الأيام. لأن الإنجاز عندي بوجهة نظري أنا البسيطة إنه بيكون لذاتي، لكن الإنتاج بيكون حق الكل، يعني هو متوسع فواصل لقلوب الناس لدرجة إن شابة بمقتبل العمر تكمل وتتخرج وهي ما زالت تأخذ العلاج الكيميائي، فأنا أرفع لها القبعة للأمانة. صحيح. وإحنا نرفع لك القبعة بعد. الله يحفظكم يا رب. في تاريخ 12 ديسمبر الماضي تم تكريمك بوشاح الكويت للعمل الإنساني ونابت عنك الوالدة الله يحفظها. نتكلم عن هذا التكريم وشنو يمثل لك؟ الله، هذا اليوم كان جميل بكل المقاييس، لكن مع الأسف أنا ما حضرته. الوالدة هني الله يحفظها، راحت استلمت الوشاح عني. هو كانوا مختارين 28 شخصية من الكويت. نعم. الكويت معطاء الحمد لله، عيالها كلهم معطائين. لكن الحمد لله وقع علي الاختيار بكل شرف أن يقلدوني وشاح الكويت العمل الإنساني علشان الإنجازات اللي صارت خلال 3 سنوات الأخيرة. كانت عمليتي في آخر شهر 11، ومن بعدها دخلت بانتكاسات كثيرة، فكنت في العناية المركزة، والوالدة راحت وأنا كنت في العناية المركزة، فكانت ما تبي تروح، أنا أصريت إن هي تروح وتستلمه. كان ودي إن أمي تشوف مو إنجاز بنتها، كان ودي أمي تشوف شيمة بعيون الكويت. أنا كنت لأن أمي، أنا لما أقول لها وتشوف أمي مرة كبيرة عسى الله يحفظها، لكن مهما قلت لها مهما وصلت ما تعرف لما وين أنا واصلة. يعني أقول لها يما شيء خير، إحنا تعلمنا من إحنا صغار الشيء الخير ما نقوله، فيما شيء خير شيء خير. لما راحت شافت الوضع وقالت يما التكريم هم نزلوا لي ليه عندي؟ قلت لها يما تستاهلين. كانت تقول لا يما هم نزلوا عشانك، أنا أول مرة أدري إن الناس كلها كذي تحبك، يعني وشخصيات كبيرة. فقلت لها يما هذه تربيتك، يعني لما أسستي فينا الحب ترى هم من التربية، بعدين لما ينزرع فينا احنا نحب الديره. لما بايام العيد الوطني واحنا الحين في شهر فبراير، نعم. احيانا الاطفال يلعبون والاعلام ساعات تطيح في الارض، احنا ما كان يصير يطيح بالارض. يعني انا من قبل فتره كان في جلافز مال ولد اختي طايح بالارض على علم الكويت، قلت لها ما يصير، انت تذكرت يوم كنت صغيره وهذا الشيء عندنا ما يصير. فهي حطت فيني هذا الحب، اثر فيني هالتكريم من بد كل التكريمات اللي فاتت مقله فيهم، لكن لأن أمي راحت ودمعتها
كانت تسبقها، ولما نزلوا لها تحت حسيت ان هذا المكان ثبت اقدامي، عطاني جرعه اكبر اني انا اقدم حق البلد لاخر نفس، وهذا واقع مو كلام انشاء بس. تستاهل الكويت اي عطاء احنا ممكن نعطيها اياه. هذا نقول انجاز جميل على المستوى المحلي، لكن ايضا لو تكلمنا عن المستوى الخارجي، تم اختيارك من قبل مستشفى رويال مارسدن في بريطانيا كوجه اعلامي، ايضا هذه القصه نبي نعرف عنها اكثر. هذه صارت بترتيب لمدة سنة ونص تقريبا. أنا ما كنت أعالج في هذه المستشفى من قبل، كانت مستشفى أخرى وصارت فيها أخطاء طبية بعدين حولوني عليها. فكان أغلب المترجمين هناك جنسياتهم عربية أكيد، فكانوا يشوفوني أدخل وأطلع، لكن أنا يعني ما كنت أستخدم المترجم. فيات لي واحدة من المترجمين بمرة من المرات قالت لي شيء ما في الإدارة حابين أن يكرمونك، فقلت والله من عيوني. جابوا لي ويلتشير عشان أطلع، هذه كانت عندي مشكلة صحية قبل العملية، فودوني بالويلتشير ولا هم قاعدين في بالإدارة، إداريين يعني مو دكاترة، فقالوا إحنا اخترناك لأن إحنا لاحظنا من أول ما تدخلين المستشفى ناس يتسلم وتصور وأنت تضحكين يعني، وما تصدين أحد، ما تقولين لا أنا تعبانة اليوم أنا ما أبي أصور. فسألنا الناس قلنا لهم ليش، قالوا هي الوحيدة اللي تعطينا دعم إيجابي وتضحك وتخلي الحياة أبسط، وأن المرض عبارة عن مرض عادي ممكن احنا نعدي بابتسامه وتفاؤل وتكمل حياتنا. فقلت انزين، قالوا بناء عليه اخترنا نحطك في بروشور المستشفى لمده 4 سنين قدام. فانا صراحه فرحت وايد، فقلت انا، قالوا ايه انت، يعني في بريطانيا ما يختارون شخص يعني بالحظ او لمحسوبيه او علشان شخص معين، مو عبث صحيح ابدا، اكيد إيه؟ لازم مقومات، اكيد مقومات طبعاً. فهم طلع شايفين السي في مالي بالكامل ودارسين عني كل شيء، لحد ما يعني من الكويت من بداياتي لحد ما وصلت للكتاب هم يدرون عنه وانا ما ادري، لما زيارتي لسعادة السفير خالد دويسان اقدم له تحيه وقبل على الرأس، هذا الإنسان الغالي العزيز استضفته من قبل فترة. صحيح. من اللقاءات اللي تابعتها من البداية للنهاية قام فينا ككويتيين وأنا بالذات قدرني خير تقدير، فحتى هذه الزيارة كانوا يدرون عنها، فقالوا إحنا اخترناك ونتمنى الموافقة. قلت والله أنا اللي أتمنى أكون معاكم كوجه كويتي في دولة أجنبية يدعم إيجابيا لكل مرضى، ترى مو بس الكويتيين أو العرب. نعم. فالحمد لله وقع علي الاختيار. الحمد لله. الحمد لله. تاريخ 4 يناير قبل شهر. شنو هذا التاريخ؟ هو ذكرى يوم ميلادي. نعم. وذكرى جرعتي. كانت وكان مفترض اني اخذها قبل بيوم او بيومين، بس التحاليل تاخرت وكانت هي هدية يوم ميلادي. فقلت حق ولد اختي الصغير، قلت له خيري فاروح بالطرف وصورني، كان يقول بالإبرة، هو صغير عمره 7 سنين الله يحفظه حبيبي، فقلت له إيه بالإبرة، فسويت كذي وصورني. داخلي كان نفس ما الحين صوتي قاعد يرجف لأن ذكرت الموقف، فقلت الله يا شيء ما هذه هديتك، قاعد أقول يعني حق نفسي، لكن سبحانك يا ربي. طلعت منها بالليل، كنت وايد تعبانة طبعا، أختي سوت لي يعني على قدها من توني طالعة من الجرعة وكذي، سوت لي مثل كيكة وجابت لي هدية، فكانت هيتي وهي قاعدة ترجف، عيونها ترجف وبكت حبيبتي وحضنتني، لكن أنا قاعدة أفكر بيني وبين نفسي، قلت هل هذا احتفال ولا هي هدية قوة؟ الظروف رتبت أنه يكون في يوم ميلادي هذا الدواء، هذا العقار، هدية شفاء بإذن الله إن شاء الله، لكن أنا شفتها من منطلق آخر، نجلة شيء بعيد. نعم. يعني ما أدري إيه هي رؤية، ما أدري إيه هو يعني التجربة اللي أنا مريت فيها قاعد تعطيني هذا الشيء، فشفتها أن السنة الجاية إن شاء الله بتكونين بهذا اليوم واقفة وقاعدة تقدمين شيء كبير، صرح من الصروح ويكون باسمك. ما أدري ليش حسيت بهالإحساس، فقمت وعلى قولتهم الكويتي ننفضه، نفضته
وغيرت من حياتي وابتسمت وخذيت من الكيكة وحطيت على وجهي وعديتها، لكن أثرت فيني والله. أثرت فيك أكيد أكيد. ترى يعني على فكرة شيء ما ترى في تواصل من خلال هاشتاج ليالي الكويت نجلة. نعم. الناس متفاعلة وقاعد نحط، قاعد أشوف بعض اللقطات موجودة، إذا تحطها إبراهيم على الشاشة علشان تقراها ضيفتنا اللي موجودة ويانا. أي والله يا ريت. يعني تفاعل جدا كبير، هذا دليل على ما تقدمينه أنت من نوافذ أمل لكل الناس، ما بيتكلم فئة معينة، لكل أحد، حتى إحنا قاعد تعطينا أمل إحنا كشباب. لكن السؤال ودي تكلمين عن دور الإيمان، خصوصا الإنسان مهما كانت قوته ومهما كان علمه ومهما كان، يكون دائما ضعيف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. أكيد. لما أحد يبتلي في هذه الأمور، دور الإيمان، تكلميني عنه. دور الإيمان، دور الإيمان بيكون منوازع النفس بحد ذاتها. يعني أنا بنفسي، مو بس شيمة، أتكلم عن كل شخص، نفس ما تفضلت حضرتك أن كلنا عندنا أمور نحتاج فيها الأمل. دائما أنا أقول أن كلنا بحاجة لدعم إيجابي، لدعم نفسي، لتفاؤل إحنا نزرعه بذاتنا. لذلك أنا أطلقت الحملة اللي هي أنا أقدر، عشان كل شخص يقولها أنا أقدر، مو بس شيء ما تقدر. فالقدرة هذه الداخلية من القادر الله سبحانه وتعالى. فبكل اسم من أسماء الله الحسنى تلاقون شيء سبحانك يا ربي يعطيكم دفعة أمل ودفعة إيجابية بدون ما تنشهر هذه الكلمة الحين. يعني الإيجابية أو الدعم الإيجابي أو الشخص الإيجابي ترى انتشرت من فترة بسيطة. قبل ما كان في شيء اسمه إيجابي، في تفاؤل، في ابتسامة، لكن مو نفس الحين. طاقة إيجابية متحركة، ابتسامة متحركة، صحيح. أمل متحرك، ما تلاحظون؟ ما كان هذا الشيء موجود من قبل. يعني صارت كأنها لغة انتشرت بين الناس، متداولة بشكل صحيح. أكثر. لكن هي بالأساس إيمان، إيمان بوجود الله عز وجل، إيمان بأن أي شيء الله يعطينا إياه هو نعمة أو اختبار. يعني أنا لما أشوف أن هذه النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، إنزين المرض هذا أو هذه المشكلة، أو ما نبي نعور قلب الناس ونقول أنها هي كارثة، لكن المشكلة أو العطاء، هذيل الأثنين شيئين ممكن إحنا نتعامل معهم بطريقة واحدة اللي هي الإيمان. لما أنا أؤمن بالنعمة هذه الله أعطاني إياها، ما أبذر فيها عشان أحافظ عليها. شيماء لتش، يا ريت أنت تقرينها. شيماء العيدي، أنت طاقة إيجابية، عسى ربي يحفظك ويحفظكم يا رب. هذه الكلمة اللي كنا قاعدين نقولها. تفضلي. الاستديو مليان إيجابية تبارك الرحمن يا عمرو، الله يحفظكم يا رب. شكرا. الله يرزقك الصحة والعافية، ماكو العافية، ويتم عليك العافية يا رب. أنت فخر للجميع يا سميتي الجميلة. شكرا. شكرا لأهل السعودية، يعطيكم العافية. نعم. فنفس ما قلنا، الإيمان الشخص يزرعه في نفسه. الحاجة لوجود القرآن الكريم بإيدنا 24 ساعة كلنا يمدنا بطاقة سبحانك يا ربي جاذبة تعطيك لحد ما ترضيك ولحد ما ترضيك وتشبع. فسبحانك يا ربي، قبل تقريبا بالضبط 5 أيام أو 6 أيام مو أكثر، كنت ببطل القرآن وأنا محاطة الشريطة، محاطتها. فأنا عندي شغلة أنا أسويها دائما، لما أبطل أشوف وين عيني تطيح على أي آية، أبتسم، أحسها بشارة لي، رسالة لي، صحيح. فكان فيها بشرة لي، فأنا بكيت فرحانة يعني. فالله يعلم أني خذيت القرآن كان لمة كذي، يعني ما أدري شنو حسيت، خذيته كان لمة، كان أقول يا ربي أنا أحبك، يعني حسيت أنا إيش كثر أحب الله سبحانه وتعالى يعطيني هذا الإيمان. لما انزرع ما تأزمت، لما استأصلوا ما تأزمت، لما قالوا إن راح يصير أمور ممنوعة منك. لكن للأمانة أنا أعترف قدام الكل وحتى أهلي يمكن يسمعون يستغربون، تعورت لما جابوا الويلشير. أنا أقدر أوقف وأتحرك بس ممنوع علشان الحوض وكذي. لأني ما بيأكسر الأطفال اللي وايد متعلقة فيني، وايد يشوفون إن شيء ما يفتهمون الأطفال إن مرضها غير عن مرضنا، حالتها غير عن حالتنا، ما رح يعرفون هذا الشيء. فهذا اللي ممكن أزمني وممكن يأخرني. فحسيت إن هني الإيمان يبي له أقوى طاقة، أقوى، يلا ردي حق الله سبحانه وتعالى، مو لأني تركت، لأن ممكن أنا ضعفت، احنا بشر وممكن أكيد. احنا نضعف، فردت قويت نفسي، هذه هي نقطه القوه اللي عندي.
القرآن الكريم الإعجاز الكبير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. جميلة هذه أكيد هي طاقة جميلة لنا إحنا جميعا كمسلمين نستلهم منه، سواء أي شخص في هذه الحياة فعلا محتاج لهذا الكتاب عشان يرجع يقوى مثل ما أنت قلتي. أكيد. طول الحوار وأنت كنت تقولين أنا أدري إني أنا أقدر. إيه؟ أنا أدري إني أنا أقدر، وألفتي كتاب اسمه أنا أقدر، وما شاء الله أخذ صيت و سمعة جميلة. هل هناك إصدار قادم جاي بالطريق ولا وقفتي عند هذا الكتاب؟ أبدا أنا ما وقفت، لكن أنا أقدر يستحق أنه ياخذ صدى ويوصل لأكبر عدد ممكن. نعم. خصوصا أن الكتاب هذا عصارة شيمة، اللي يمسكه راح يعرفني من ألف للياء. هو ما يتكلم عن حياتي الشخصية ولا أنا شنو سويت. حبيت أنه يكون في دروس اللي علمتني اللي سوت شخصية شيمة هذه، خلاصة التجربة بالضبط. لكن مو أنا رحت المكان الفلاني ولما صار فيني كذي، أبدا. القصص اللي أثرت فيني فعلا والمواقف اللي أثرت فيني فعلا نقلتها بطريقة سهلة وبسيطة علشان الصغير يفهمها ويتعلم منها، والكبير يفهمها ويقتبس منها ويعلمها حق غيره. فالحمد لله هي وصلت للعالم كله الرسالة هذه اللي داخل هذا الكتاب. أنا وايد حابة هذا الإنتاج، نفس ما قلت لك إنتاج لأنه حق الكل، لأن لأول مرة يكون الرعي بالكامل لأطفال سرطان المنكوبين. من المنكوبين اللي ما عندهم أحد يعالجهم، فالرعي بالكامل لهم. من فضل ربي الله رزقني بدار نشر، سبحانك يا رب، يعني وعلى نياتكم ترزقون. تستاهلين يا شيخ. تستاهلون الطيب. يعني يولي بمحض الصدفة أنا كنت قاعدة أجمع عشان أسوي الكتاب، لكن ما كنت مقررة وين بروح، ولا كنت يعني للحين ما طقيت باب شخص معين أو دار نشر معينة. نعم. فأهما يولي عندي من سبحانك يا ربي من زحمة دور نشر، لأن الكتابات اللي أنا نزلها في مواقع التواصل الاجتماعي وايد ناس حبتها ويبون أجمعها في كتاب. فأنا كنت بالأساس قاعدة أسوي، بس ما كنت أبي أقول، يعني مثل ما أبي أحرق المفاجأة. من فضل ربي الحمد لله، الحمد لله الله رزقني دار النشر نفس ما قلت لكم، ساعدوني وايد. هم مجموعة شباب كويتيين وقفوا معي ووايد حبوا الفكرة أن الرعي بالكامل راح يروح لأطفال السرطان المنكوبين، بالإضافة إلى حتى الجزء اللي أهما ياخذونه هم أهما تبرعوا بنصه، يعني تأثروا تأثير الكبير. والحمد لله أول مبلغ أول ما وصلت الكويت دخل بحساب الأطفال، والخير بقبال. الحين وصل الحمد لله كتاب بالقاهرة، معرض القاهرة الدولي، كل دول العالم، وفي صدد أنه يترجم بأكثر من لغة. كنت بسألك هذا السؤال. الحمد لله، لأن في ناس وايد حابين أنه يقرونه بلغتهم، فأنا بعطي هذا المجال أبي يأخذ مساحته. وأكيد في إصدارات، لكن لما يوصل لحد معين وراح إن شاء الله يلي بعد أكيد إن شاء الله. إحنا نشكرك أول شيء على تواجد سمعنا في ليالي الكويت، وشكر خاص لأن أدري أن في بعض القنوات طلبوا وش تكونوا وياهم، أنت حرصتي أن تكونين بتلفزيون الكويت. أكيد. فهذا يعني لنا شيء الكثير إن شاء الله. طبعا. وأجر وعافية لك وموفقة في حياتك إن شاء الله. آمين يا رب، يعطيكم العافية وما قصرت. شكرا لك شيماء، يعطيك العافية. نجلة، شنو عندنا الحين؟ حاليا عندنا وقفة نقول مع زميلنا سعود بوشهري وفقرة تراي، خلينا نشوفها. منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961 عمل على دعم وتعزيز سبل العيش للناس في أكثر من 100 دولة من خلال تمويل مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات. وتسهم المبادرات التي يطلع بها الصندوق الكويتي والتي تتراوح ما بين البنية التحتية والصحة والتعليم في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. خير مشاهدينا، وتراينا اليوم راح يكون مع الفنانة والمذيعة العمانية غدير زايد. حياك الله. الله يحييك، يا هلا فيك. شنو أول تراي فني سويتي؟ شوف، هم تراين بنفس الوقت صاروا،
اللي هو مسلسل كعب عالي، ومسلسل أشوفكم على خير اللي كنت بس يعني تقدر تقول إنه صار بالصدفة. كنت مع صديقة من صديقاتي، رحنا لوكيشن فشافني المخرج، تكفين نبي مساعدة وكذي، عندي مشهد أبي أخلصه ضروري، وأبي بنت وكذي، وأنا توني مو بلشة مثل تلفزيون كلش، ولا دراما ولا وقفت على كاميرا يعني دراما كلش نهائياً. فقلت يلا ليش ما أجرب. وشنو العمل اللي سوالك نقلة وعرف الناس بغدير؟ عملين، المسافات من إخراج محمد قفاص، وهم عطر الروح من إخراج محمد قفاص. أخذتي رخصتك في عالم الفن، شنو كانت انطلاقتك الأولى؟ يعني أنا أعتبرها انطلاقتي الأولى من خلال مسلسل عطر الروح. أول ما تركبين السيارة أكيد تحطين حزام الأمان، منو حزام أمانك في الوسط الفني؟ حزام أماني ما في شخص بالتحديد، يعني دائما أعتمد على نفسي غالبا، بس في ناس أستشيرهم، في ناس وقفوا معي فترة من فترات، في ناس قدموا لي نصايح. شوف أنا وايد راح أذكر لك الأستاذ محمد القفاص، لأنه دائما يوجهني. اليوم وين الفنانات العمانيات من جيلك؟ ما نحس في دعم لغدير كفنانات عمانيات موجودين، ولكن تقدر تقول إن الفرصة شوي أقل. صعب إن الفنانة العمانية بالتحديد العمانيات إن يتقنون اللهجات الثانية غير العمانية، يتقنون ممكن إماراتية بس الكويتية شوي صعب عليهم، يبي لهم ممارسة، يبي لهم يتمون بالكويت عشان يقدرون إن يحصلون اللهجة هذه. وطبعا تدري إذا في تصوير بالكويت اللهجة كويتية. أنت مع الصداقات في الوسط الفني؟ لا. ما عندك اليوم صداقات قريبة منك في الوسط الفني، فنانات من جيلك؟ عندي صداقات، بس يعني شوف إذا تقولي أنت مع الصداقات راح أقول لك لا، بس أكيد إن أنا راح أمر بلوكيشنات، راح أمر يعني إني أشوف أهل الفن وأشوف زميلاتي بإيفنتات بتصوير بغيره، فأكيد إني راح أتقرب. بس كصداقة بعمق والصديقة اللي تعتبرها كلمة صديق، ترى مو أنا بالنسبة لي مو شيء سهل. شنو المطب الفني اللي طحتي فيه؟ شوف ما طحت بمطبات فنية الحمد لله، بس تقدر تقول إن في أشياء قاعد تصير مثلاً من وراي، تعرقل مثلاً دخولي مسلسل معين، ولكن كمطب خلاني أكره الفن أو شيء لا، ما حاشني هالشيء. تحسين اليوم كثرة الوجوه النسائية في الوسط الفني مسببة زحمة لك؟ لا نهائياً، لأن في النهاية هذه رزقة، كل واحد راح يحصل رزقته، ما في أحد راح يوقف طريق أحد نهائياً. تضايقين غدير اليوم من بعض الانتقادات اللي تقول غدير حسيناها مذيعة أكثر ما هي ممثلة؟ بالعكس استانس، لأن أنا أحس نفسي غدير لما أكون مذيعة، لأن أنا بلشت مذيعة وكان حلمي من وأنا ياهل إني أكون مذيعة، ويعني حتى عندي فيديوهات وأنا طفلة بالبيت قاعد أقدم بحديقة حيوانات، أمي قاعد تصورني. البريك المفاجئ متى ودك تستخدمينه فنياً؟ إني أمسك أعصابي، أنا إنسانة عصبية وايد، فأحياناً أتنشن على طول باللوكيشن، أعصب، أتنرفز، فدايماً أحاول إني أوقف نفسي، أخذ لي شي زاوية وأقعد فيها أهدى عشان أدش المود مرة ثانية. قدير إحنا اليوم في حلبة سرب، وهذه الحلبة كلها قدامك وسباق السيارات والتحدي، لو قلت لك اختاري ثلاث أسماء من الفنانات تنافسينهم. من جيلي نور غندور، بما أني أحبها وبما أن رفيجتي، و ليالي دهراب ممثلة جديدة وايد أحبها وأحس أنها تلطف دائماً الجو وين ما كانت، و روان العلي. خلينا غدير رد أنا وياك بالسيارة الحين. حلو. لو طالع مشوار منو تحبين دائماً تاخذين معك؟ أحب ليالي دهراب تكون معي. شنو الشيء اللي يضايقك في القيادة لما تركبين سيارتك تطلعين بالشارع؟ شنو الشيء دائماً اللي يضايقك؟ الزحمة، أتنرفز إذا في أحد قدامي ما يعرف يسوق. أي ليش دائماً نشوف أن العنصر النسائي هو متسيد بالفترة الأخيرة؟ هل هو الأقوى؟ لا مو هو الأقوى، يمكن ظروفهم هم الأحسن. الرجل متسيد في وايد من الأمور والمرأة كذلك نفس الشيء. من وجهة نظري إذا أنت تقصدها كفن، ممكن المرأة مسيدة بالكويت على يعني شاشات الكويت أو الدراما الكويتية، بس لا أنا بالنسبة لي إن في فنانين كبار ودي أذكر أسماء بس أخاف أنسى أحد، لهم مكانتهم ولهم
يقدرون يقودون عمل كامل. غدير شفناش دخلتي في أكثر من مجال، مقدمة برامج، تمثيل، إلقاء الشعر، تمتلكين هذه الموهبة، كذلك تكتبين الأشعار الغنائية. يعني وسط هذا كله اليوم غدير وين راح تكون؟ أحب أني أكون كل هذيل، بس الشيء اللي أنا أحبه مثل ما قلت لك أني أكون مذيعة. ما أدري وين الزمن راح يوديني، بس كل شيء قاعد أسويه أنا قاعد أحبه. شنو أغاني كتبتيها؟ كتبت وايد أغاني، بس ما تغنت لي إلا أغنية واحدة للحين، لأن كنت وايد متخوفة من هالخطوة، والسنة اللي طافت قررت إنه يلا خلي أجرب، أبي أشوف ردود الأفعال، أبي أشوف نجاح الأغنية، إذا نجحت الأغنية ممكن إني أكمل بهالمجال. كتبت أغنية سامح جرحك، غناها الفنان عزيز لويس، ولحنها أسامة ناجي مزمار عرب آيدل. الأغنية نجحت الحمد لله من أول أسبوع تقريبا، نجحت وانتشرت وشجعتني لما نجحت. بس شوف يعني ممكن أنا كتبت سامح جرحك لبساطتها نجحت، بس أنا كغدير أكتب شوي أعمق من كذي. يعني في الخطوة الجاية إن شاء الله قاعدة أحاول إني يعني أسوي شيء حلو بسيط وهم يمثلني أنا. غدير مبروك. يبارك فيك. اشتستي معنا التراي، لكن ما راح أعطيك هذا التراي إلا لما أشوف القيادة الفعلية والعملية في حلبة سرب. أوكي. أبيش تختمين الأبيات كاتبتهم وبلقائك الجميل. حاضر. جيتك يا قلم وأنا ضايق من صدري، جيتك تخفف نس جرحي قدامي، جيتك وأنا ما عاد يفيدني صبري، أبيك تهز الورق من شدة آلامي. قتيل أنا بسكيني غدر على نحري، أكابر الموت وقد تحلل عظامي، أتنهد ألما وأرشف سم دهري، أسري والقلب مدنف وين هيامي، أبكي لناس وما بكاني غير شعري، أوفي ولحد وفالي غير أقلامي، ألا ليت الوجد مقتحم طهري، وليت ما كانوا مصدر الهامي، اجتاح الهوى قلبي من حيث لا أدري، حطمني وبعثرني وبعثر حطامي، ما كنت أدرك أن الأسى قدري، حتى أيقنت أن الحب بأوهامي، آهم من حب لم يعلو به طيري، عاش مبتور الجناح ضامي، وآهم من حب حفر لي قبري، قتلني وأنا في بدء أعوامي. سلامتك. منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961، عمل على دعم وتعزيز سبل العيش للناس في أكثر من 100 دولة من خلال تمويل مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات. وتسهم المبادرات التي يطلع بها الصندوق الكويتي والتي تتراوح ما بين البنية التحتية والصحة والتعليم في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. نجاح أي دولة في محاربة الفساد ومكافحته لا يكفي له التشريعات وحدها، مهما كثرت ولا المحاكمات مهما بلغت شدتها، بل يجب أن تكون هناك خطوات وآليات لاتخاذ تدابير وقائية تمنع حدوثه وتكشف عنه قبل وقوعه، وهذا يتطلب قيام هيئة على مستوى عال تنهض بمسؤولية الكشف عنه ومحاربته. للحديث أكثر عن مكافحة الفساد معانا الدكتور محمد بوزبر، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد. أكيد مكملين معاكم مشاهدينا في ليالي الكويت، ومعنا الدكتور محمد بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالخير، وسعيد بتواجدي معاكم في برنامج ليالي الكويت مليء بالإيجابية بعد أختنا شيماء العيدي ولقائها الشيق اللي تابعته من خلف الكواليس.
شكرا لك دكتور. وبداية أيضا نحب نشكر جهودكم من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال تقديم إقرارات الذمة المالية وأيضا تلغي البلاغات والشكاوى ونشر الثقافة والتوعية بمخاطر الفساد. في البداية احنا حابين طبعا ننوه يعني عن التقدم الملموس لدولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2018، والذي أشار إلى ارتفاع ترتيب الكويت لتحت للمرتبة 78 دوليا بمجموع نقاط 41. فإحنا حابين نعرف الجهود هذه على شنو ركزت بالذات علشان تقفز الكويت لهذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني صدر مؤخرا مؤشر مدركات الفساد من خلال منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية غير ربحية تسعى من خلال جمع الاستقصاءات والاستبيانات إلى وضع مؤشرات خاصة بمدى تقدم الدولة على مستوى النزاهة والشفافية. واستطاعت يعني هذه المنظمة إلى رصد من خلال الاستبيانات والبيانات اللي احنا تستقصيها، إلى صار في عندنا تقدم ملموس وملحوظ ويدعو إلى التفاؤل أكثر، بحيث أن قفزنا من المركز 85 وصلنا إلى مركز 78 بواقع 7 درجات مثل ما هو موضح عندنا حسب العرض المقدم. وهذا التقديم يعني أنتم شايفين أن المركز من 2012 إلى 2016 المركز ما يتغير لمركز دولة الكويت. صار في عندنا دروب شوية ب 2016 و2017، لكن ردينا انتعشنا شوية وصار في نفس تفاؤلي نظرا لمؤشرات وأعمال قامت فيها الهيئة بالتشارك مع جهات أخرى. أنا عجبتني كلمة قلتها قبل شوي قبل ما ندخل هوا، قلت مو هذا الطموح. لا، مو هذا الطموح إن شاء الله. لا، إحنا نطمح نطمح إن شاء الله أن تتبوى دولة الكويت مركزها الحقيقي، لأن دولة الكويت تستاهل وتستحقها أفضل من هذه المراكز إن شاء الله. ونحن نتمنى إن شاء الله بإذن الله. قبل أيام كان هناك مؤتمر برعاية سامية من صاحب السمو صالح حفظه ورعاه، وأيضا نتيجة هذا المؤتمر طلعتوا باستراتيجية واعتمدتوها بشكل رسمي. ما هي هذه الاستراتيجية؟ نعم، يعني من أهم الأمور اللي إحنا ركزنا عليها في الآونة الأخيرة أن نبرز جهود الهيئة من خلال عقد مؤتمر دولي ندعو فيه جميع الخبراء العالميين للتحدث وتبادل المعلومات، واعتبار دولة الكويت منصة عالمية من أجل الوصول واسماع الآخرين صوت دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد. ولله الحمد يعني كان هناك في رعاية سامية من سيدي حضرة صاحب السمو لهذا المؤتمر، وأيضا من خلال حفل الافتتاح تشرفنا بوجوده وبارك بيديه عملية إطلاق وتدشين الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية هي عبارة عن مشروع وطن يدعو بالدرجة الأولى إلى تضافر كل الجهود اللازمة من أجل وضع خطط كفيلة بالتنفيذ لمدة 5 سنوات. هذه 5 سنوات سيكون هناك في مجموعة من الأولويات، هذه الأولويات تحتاج تنفيذها إلى مجموعة من المبادرات كي نصل من خلالها إلى تحقيق الرسالة والرؤية. هذه الرؤية اللي راح تتوافق مع رؤية دولة الكويت 2035 بإذن الله. بإذن الله. شنو أهم المحاور بالنسبة لهذه الاستراتيجية؟ من أهم المحاور هي 4 محاور، هي محور القطاع العام، محور القطاع الخاص، محور المجتمع المدني، ومحور الهيئات المتخصصة. نركز التركيز على هذه المحاور بحيث أن يدعو إلى تشارك كل هذه الفئات إلى وضع خطة عمل، مثل ما هو واضح في العرض هذا. أن مثل على سبيل المثال المحور الأول يتكلم مثلا عن القطاع العام وهو الأهم بذلك. مثلا التعيين والترقية في القطاع العام، في مستلزمات لازم يكون، لازم هناك في حوكمة في التعيين في الترقية، لازم القيادة اللي يتم اختياره لازم يكون عنده رؤية وأمور واضحة. أيضا المحور الثاني القطاع الخاص، القطاع التشاركي، المسؤولية مو فقط على القطاع العام. صحيح. لابد أن يدخل معنا القطاع الخاص ويدعو إلى تقديم كل الدعم في مجال تعزيز النزاهة والشفافية. فهذه المحاور إن شاء الله هي لب عملنا الأعمال القادمة لمدة 5 سنوات من الآن. داخل كل محور فيهم
مبادرات، وكل مبادرة عبارة عن شنو؟ عبارة عن نشاط، أعمال، تشريعات، أنظمة، كل هذه الأمور. حتى وسائل الإعلام عليها التزام من خلال المحور الثالث. المحور الثالث يتكلم عن وسائل الإعلام ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع. يعني بعد مو مكتوبة بالمحور، بس داخل من ضمن المحاور. من أوكي. من ضمن يعني موجودة من ضمن، ما أقدر أحط كل شيء هنا. بعد 5 سنوات دكتور، لما تمر ال5 سنوات وتطبيق هذه الاستراتيجية، شنو التغيير اللي راح نشوفه؟ ما راح ننطر ل5 سنوات. هذه الخطة عبارة عن 3 مواعيد، فيها في أشياء لازم ننجزها خلال المدى القصير، يعني في 2020. نعم. وراح تبين نتائجها. وفي شيء على المدى المتوسط، وفي شيء على المدى الطويل اللي هو في 2024. اللي راح نشوفه إن شاء الله راح نلاحظ هناك في قفزة نوعية في مستوى المؤشرات. أنتوا لاحظتوا الآن التحرك في مؤشر الكويت مو بسبب الأفعال اللي سويناها، لا، لمجرد التفكير بإنجاز هالاستراتيجية خلانا نتحرك. هالتحرك هذا معناته أن محتاجين أن في نهاية المطاف سيكون عندنا إن شاء الله بيئة تشريعية كاملة، عندنا توافق مع المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، عندنا نزعات داخلية ستكون من خلال المجتمع لمناهضة الفساد، وهذه إن شاء الله كلها فيها نوع من التأهيل للمجتمع والتشريعات وغير ذلك. هل اللي حسن يعني مرتبة الكويت في مؤشر مدركات الفساد أو مؤتمر الشفافية العالمي، هل هو إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ ولا هو يمكن في أكثر من نقطة. من أهم النقاط اللي عدلت المؤشر، يعني هي مثل ما قلت هي البدايات، هذه بدايات التفاؤلية. نعم. صدور القانون، في عندنا قانون في غاية الأهمية، تعارض المصالح، وصدر للتو مع لائحة التنفيذية. عندنا مثلا قرار مجلس الوزراء اللي حط لنا 5 توصيات، ومنها إنشاء المؤتمر الأخير اللي سويناه. نعم. الحركة اللي صايرة في الإحالات، وزارة الداخلية، الاستراتيجية، تقارير ديوان المحاسبة، تقرير ديوان المحاسبة وإدخال المجتمع، تسمى في شيء يسمونه المساءلة المجتمعية. نعم. بحيث أن مكننا احنا كمواطنين من الاطلاع على ما يدور في شأن مراقبة إيرادات ومصاريف الدولة. كل هذه مجتمعة، ترى على فكرة هذه كلها بدايات وليست آثار. إحنا نطمح شنو هالتغرير عقب رهي، هالقانون بعد فترة شو راح ينتج، هالاستراتيجية بعد فترة. فكل سنة إن شاء الله، إذا الله أعطانا وياكم عمر، سنجد إن شاء الله بإخلاص القائمين على هذا العمل، إن شاء الله سنجد إن شاء الله هناك في تقدم ملحوظ. وما وسبع درجات ما هي كافية، بالعكس نحتاج إلى قفزات. أكيد. إن شاء الله نوعيش. هذا شيء بوجود أمثالك. آمين آمين. وياكم أنتم كإعلاميين متميزين بإذن الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. لكن إحنا أيضا نقرأ كثيرا عن الأخبار، تم إحالة المسؤول الفلاني أو الجهة الفلانية للجهات الاختصاصية القانونية. هل تنتهي مهمتكم عند هذا الحد الإحالة، أم أن هناك إجراءات أخرى أيضا تقدرون تمارسونها؟ يعني بموجب قانون إنشائنا ولائحتنا، إحنا نقوم مقام المبلغ في التبليغ. نعم. إحنا نضمن السرية لجميع المبلغين الذين يأتون إلى الهيئة لتقديم بلاغاتهم، وبمجرد تقديم البلاغ واستيفاء البيانات وإجراء الضبطية واستلام الإعلامات اللازمة وتجهيز الملف، ومتى ما شفنا أن هناك في أساس معقول للاعتقاد، ترى احنا هناك شبهة، اي حق الشبهات، جمعنا هذا الملف ورحنا فيه إلى السيد النائب العام وبلغناه، قلنا هناك في شبهات. ومن هذا التاريخ احنا نبدي نمثل المبلغ أمام جهات التحقيق. نعم. المبلغ يقعد ببيتهم، لائحاتي، احنا نروح المحكمة نيابة عنه، احنا نروح النيابة نيابة عنه. إذن اسمه نهائيا لا يذكر، لا يذكر ولا نهائيا يعني. يعني لو تسأليني أنا أسامي المبلغين اللي عندي أنا ما أعرفهم، يعني يبقى علاقتهم محدودة بينهم وبين الشخص اللي يلتقي فيهم. وإحنا بالنهاية الأسماء جميعها مرمزة، ما حد يدري شنو اسم المبلغ إلا اللهم في أحوال خاصة نضطر إلى كشفه، لكن لتوفير بعض الحمايات الخاصة لهم. إنزين، الحين شنو الخطوات إذا أنا حسيت إن في شبهة مالية في أي جهة موجودة،
انا كمواطن كويتي او كموظف في جهه شنو الخطوات اللي ممكن اسويها؟ بالصراحه ابلغكم واروح بيتنا؟ إيه؟ ما عليك انك انت في الوقت الحالي احنا عندنا التبليغ الشخصي، يعني احنا عليك انك انت تتقدم بصفه شخصيه الى الهيئه العامه لمكافحه الفساد، نحدد لك موعد تقعد مع المدقق المختص، تدلي في البيانات اللي عندك وتقدم لي كل البيانات. ما عندك البيانات؟ ما عندي بياناتي. ما عندك البيانات؟ قل لي وين القى البيانات، اروح انا بنفسي واطلع موظفين اللي عندي منتسبين لقطاع كشف الفساد والتحقيق، ومن خلال برنامجكم اوجه لهم كل التحيه والتقدير، ويطلعوا بنفسهم يجيبون هذه المعلومات ويحطونها ويحللونها. ان شافوا ان لنا اختصاص فيها لكم الصلاحيات انكم تاخذون المستندات من اي جهه حكوميه؟ نعم، لنا الصلاحيات، وعندنا ايضا صلاحيه ان نحيل الشخص الى النيابه العامه في حال اعاقه عمل الهيئه في حال عدم تقديم البيانات. زين، في حال انه صارت تشعب الموضوع وراحت الى النيابه يطلبوني انا عشان اني انا المقدم يطلبوني انا انا اخلي مسؤوليتي نهائي. لا لا، انت كمبلغ تنتهي علاقتك معي بمجرد خروجك وتقديمك للبلاغ. يبقى يمكن في علاقة تواصل بينك وبين المدقق، وصلتنا المعلومة، تعال شوفها إلى آخره، عندك بيان إضافي، إحنا نتولى الملف من A to Z وناخذه منك ونوديه إلى جهة الاختصاص، إلى النيابة العامة. إن شفنا في أساس معقول رحنا فيه للنيابة، إن شفنا أنه ما في شيء أساس معقول راح نقول لك أخوي ترى هذا الموضوع مو ضمن اختصاصنا ولا يرقى أن يكون جريمة فساد. حلو، احنا بما ان موضوع شفافيه بعد اذنك لا خذ راحتك، انا لقيت لي صيده حلوه. شفت لك لقاء العام بشهر 5 تحديدا اذا ما خانتني الذاكره، قلت ان شاء الله حتى البلاغات راح تكون باذن الله قريبا الكتروني. هل المعاملات والبلاغات اللي يقدمها اي مواطن كويتي او اي موظف موجود من خلال الهيئه العامه لمكافحه الفساد الكترونيا ولا لا، وليش؟ احنا عندنا مسعى ان شاء الله، يعني عندنا مشاريع قدمت بحيث ان نسهل كثر ما نقدر، لان هذا واجب علينا ان نسهل عليك تقديم البلاغ. فواحده من المشاريع اللي احنا ان شاء الله شغالين فيها بحيث ان تتقدم البلاغ وانت قاعد بيتكم من خلال ممر امن خلال موقع الكتروني. لكن نبي نكون حريصين جدا بان تتوفر لنا كل الضمانات بالحفاظ على سريه هذا المبلغ. متى ما صلت مستويات الضمانات إلى 100% إن شاء الله ستجد هذا المشروع، وسنعلن إن شاء الله عبر برنامجكم إن شاء الله في وقت لاحق. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إذا ببالك أحد تبلغ عليه أنطر إلكتروني عشان لا تروح. أيضا دكتور، إحنا نسمع عن تقديم الذمة المالية، بعض الناس ربطوا تقديم الذمة المالية فقط بالمسؤولين بالدولة، هل هذا صحيح أم أن هناك إلزام لأي شخص أو أي مواطن لما يطلب منه تقديم هذه الذمة عليه أن يفعل ذلك؟ قانون إقرار الذمة المالية أو ضوابط إقرار الذمة المالية خاصة فقط بفئة الخاضعين الواردة في المادة 2، نعم. اللي هي عبارة من تبدي من فئة رئيس الوزراء وتنتهي إلى فئة الوظيفية للمدراء. تتكلمين عن 12,000 وظيفة عندنا قرار الذمة المالية، وإحنا سعيدين بأن حققنا إنجاز كبير بأن جمعنا كل هذه الإقرارات في وقت قياسي. هذا الوقت قياسي، ومو بس قاعد نجمعهم، إحنا أيضا بلشنا نفحص ونطالع المداخيل المدخول والإيراد وغير من هذه الأمور للتأكد من مدى شفافية هذه الإقرارات، وحتى ننأى بالموظفين العموميين من أي تكسب غير مشروع. جميل، لكن في حال خرج مثلا هذا الشخص المعني أو أحد هذه الفئات من عمله مثلا بنص المدة، قدم استقالته أو لأي سبب ما قرر أنه يترك الوظيفة ويمشي، هل راح يتم الطلب منه تقديم إقرار ذمة مالية؟ إقرار ذمة مالية عندنا يمكن 3 مواعيد. أول إقرار بمجرد تعيينك 60 يوم، نعم. لازم تقدمينه بعد التعيين، وعندك بعدين تحديث كل 3 سنوات، وبعدين في حال 3 سنوات أو بعد 3 سنوات أنهيت علاقتك الوظيفية بالعمل تقدمين إقرار أخير ونهائي، وعندك 90 يوم. هذه المدد حرص المشرع أنه يحطها على أساس يشوف مدى التغير اللي قاعد يصير في مستويات الإيراد عندك. إذا مستويات طبيعية ما عندنا إشكالية، لكن إذا هي قفزة وكيرف إلى العالي بدون أي مبرر، نعم، هذه الساعة يصير في عندنا شبهات شوية. أكيد دكتور، بس
يعني وصلتني فكره حاليا الحين، انتم كهيئه الهيئه العامه لمكافحه الفساد، بس انتم ناطرين كجهه اي بلاغات توصلكم، ولا اذا في حاله فساد انتم ممكن من نفسكم من غير اي بلاغ؟ يعني يتم ملاحظتها. أيوة، احنا عندنا بالعكس، احنا عندنا يمكن ميزه نتميز فيها عن جهات التحقيق الاخرى، ان عندنا الماده 24 اللي مساله الرصد. احنا ممكن احنا نرصد اي واقعه فساد من خلال وسائل الاعلام، وسائل التواصل الاجتماعي. بمجرد ما نرصدها ونحس ان فيها جديه والشخص قاعد يعطي بيانات، نتواصل معاه ونقول له يا ليت تفضل عندنا وتعطينا البيانات اللي تحت ايدك، ومن خلالها احنا نتحرك من تلغاء نفسه. يعني مو بالضروره احنا ننتظر المبلغين يجون يبلغون، عندنا ايضا شغل من داخل الهيئه يبتدي من خلال الرصد، اللي هو من خلال وسائل الاعلام، وهذا اللي احنا من خلاله دائما نقول وسائل الاعلام الرسميه والمسؤوله. نعم. اللي هي مفروض انها تعزز النزاهه والشفافيه بتقديم مثل هذه البيانات، واحنا على تواصل معاهم، نتواصل سواء على مستوى وسائل الاعلام او حتى على مستوى التواصل الاجتماعي. جميل، دكتور احنا اول ما تجي كلمه فساد نفكر انها فلوس على طول. صح. لكن هل هناك فعلا جوانب اخرى او فئات اخرى ممكن يقع عليها قانون الفساد؟ احنا بالنسبه للفساد، نعم مثل ما تفضلت، الفساد اللي هو يعني لابد يكون بفلوس او مقترن بفلوس، لان احنا معنيين بالفساد المالي. نعم. كل جريمه لها علاقه بموظف عام تكسب من وراها واستغل نفوذه وحقق فيها ارباح غير مشروعه على حساب المال العام، هذا اللي احنا لنا اختصاص فيه. الفساد الاخر، خلينا نقول الفساد الاداري البحت او الفساد الاخر الانواع الاخرى، ليس لنا علاقه، لان احنا جهه ما نفتئت على سلطات جهات التحقيق الاصليه مثل النيابه العامه. احنا بالعكس دورنا محدود فيما يتعلق بجرائم الوظيفه العامه. حلو، كم عدد حالات الفساد اللي تم التعامل معها في عام 2018؟ البلاغات قصدك؟ البلاغات. عندنا يعني انا الاحصائيه من ساعه توني مراجعها مع اللي تقريبا احنا التوتال كله 176 من تاريخ صدور اللائحه في 2016 نوفمبر. نعم. يعني في شهر 9 في شهر 2019 تسع بلاغات، في 2018 80 بلاغ، يعني تقريبا 176. منها 24 بلاغ حولناه الى النيابه، ومنها ايضا بلاغ في لجنه محاكمه الوزراء، ومنها البلاغات ال 24 يمكن ما خاب ظني اثنين او ثلاثه راحت المحكمه حاليا وقاعد تنظر امام المحاكم في دولة الكويت. والله الحقيقة ما تخشمر على طول. لا لا لا. على طول، ما هذا أهم موضوع. أكيد. دكتور أيضا هناك مدونة السلوك الوظيفي للجهات الحكومية تم إقرارها أو اتفقتوا عليها قبل أشهر بينكم وبين ديوان الخدمة المدنية. نعم، خلينا نتكلم عن أهمية هذه المدونة. إحنا يهمنا بالدرجة الأولى، يعني مو بس مسألة الإحالة والمخالفات، يهمنا بالدرجة الأولى إحنا نركز على التوعية والتثقيف. والتوعية والتثقيف ان نوضح للناس ما حقوقهم وواجباتهم. من اهم الاعمال اللي حققتها الهيئه في الاونه الاخيره وبالتعاون مع جهات الاختصاص اللي هي مدونه السلوك الوظيفي، على كل موظف في اي جهه حكوميه انه يطلع على مدونه سلوك، ونترك للجهه انها تحدد شنو طبيعه الاعمال المفروض انه يسويها. يعني مثل على سبيل المثال تكون عندكم مدونة سلوك خاصة بالإعلاميين، ما راح تكون نفس مدونة السلوك الخاصة فيني ولا مدونة السلوك الخاصة في وزارة الأخرى. إذا كل وظيفة أو كل وظيفة حسب مدونة. أيوة. مثلا عليك عليك أنك تتبعين الأسلوب المعين، ما تتلقين هالنوع من أنواع الهدايا، مش عارف إيش، كل شيء يقي هذه الوظيفة من الدخول في نطاق اختصاص هيئة مكافحة الفساد راح يكون فيها المدونة. وفعلا عندنا تعاون ملحوظ ووثيق مع ديوان الخدمة المدنية من أجل تعميم هذه الفكرة، بحيث أن كل موظف نبتدي من الداخل بنفسه قبل لا إحنا، يعني مو شغلنا كله ملاحقة وكل أقرار، بالعكس توعية. إحنا الدرجة الأولى عندنا التوعية والتثقيف، ويأتي لاحقا اللي هي البلاغات والإقرارات. هل تتوقع بوجهة نظرك بما أنك أحد المسؤولين في هيئة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الشعب الكويتي على وعي بعمل وآلية عمل الهيئة ولا؟ نعم، يعني بالعكس احنا قاعد نلاحظ ان هناك في يعني بداية صدور الهيئة، يعني يمكن الناس ما متعودة على موجود على مكافحة فساد. على اساس كذي احنا في الفترة الأخيرة
غيرنا مسمانا من مكافحة الفساد، قمنا نطلق مسمى النزاهة. نبي الناس تحس بأن هناك مثل ما أقول النفس الإيجابي. نبي إيجابية، ما نبي نروح عند المكافحة. خليك نزيه ما راح يصوبك، خليك نزيه ما راح يتفعل قانوننا. فالنزاهة نبي نبتدي بهالمنظور هذا، على اساس كذي الناس بدت شويه تاخذ علينا التعود، قاعد نطلع بشكل كبير في وسائل الاعلام، لانه ايضا مستمرين في عمليه تقديم الجهود، لكن ايضا نطلب من المواطنين انهم بس يؤمنون بجهود هذه الهيئه، لانها تو الناس ما صار لها فتره، هذه الفتره محتاجه فتره طويله على اساس تحسون بثمار هذه الهيئه واعمالها ان شاء الله. جميل. التبليغ عن الفساد أو حالات الفساد متاح مثل ما أنت ذكرت للجميع، ما هي آلية تقديم مثل هذا البلاغ؟ شنو اللي مطلوب مني عشان أقدم بلاغ؟ هل المفروض هناك أدلة إثباتات على كلامي أم لا؟ أي مستند ترين فيه أنه هو مستند يدعم وجهة نظرك ويرتفع مستويات الثقة عندنا ان هذا المستند يفيدنا في هذه القضية، قدمي. غير نزيه. يعني انه يكون مستند، يكون نعم. لان انت بالنهاية اللي هو تطلقين الصافرة من الداخل. نعم. يسمونه الويسل بلوينج. البلاغ عبارة عن اطلاق الصافرة، احنا ما نبي الصافرة تينا من برا. نبيها من الداخل، لان قضايا الفساد قضايا مركبة ومعقدة وسرية. فدائما نحث ان الناس اللي من الداخل اللي على قريبين من هالدائرة هذه هم اللي يتكلمون فيها، وإذا تكلموا فيهم هم يكونون أولى بتوفير الحماية الشخصية والسرية بالنسبة لهم. فالحاجة دائما أنك أنت لازم تقدم لي كل بيان، هذا البيان يساعدني في تجهيز ملفي أساس أروح أنا في النيابة، أنا بتكلم عنك، أنا محاميك، أنا اللي بروح بتكلم، فعطني كل بيان. ويكفي أنك أنت تعطيني الشبهات، وإذا قلت مثل ما قبل شوي إذا ما عندك بيان قل لي وين ألقاه أنا أروح أجيب لك. وهذه يعني واحدة من الأمور اللي إحنا إن شاء الله نتميز. يعني قصدي عفوا دكتور، هل الشخص هذا لازم يراجعكم بنفسه بال في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي إيه. نعم. حتى إذا ما يبي يجينا خلال أوقات العمل الرسمي نطلع له موظفين يلتقون معاه بأي وقت وأي مكان. نعم. يعني وحتى أحيانا عندنا حالات قاعد يجونا خارج أوقات العمل الرسمي، نبي نجيكم ما نبي نشوف أحد، وفعلا نكون متواجدين ونستقبلهم على بشكل بصدر الرحب ونستمع لهم وناخذ البيانات اللي نبيها. حلو دكتور، إذا إن شاء الله مع الأيام وتحولتوا إلى إلكتروني تستلمون بلاغات إلكترونيا؟ يتبع إلكتروني. أقول لك ناطرة. إذا وصلكم بلاغ عن حالة معينة طبعا مجهولة الملامح، لكن حتى صاحب البلاغ مجهول، شلون تتعامل مع الهيئة؟ يتحول في هالحالة على طول رصد. يعني رصد. الرصد معناته احنا نتعامل معاه، لكن اكيد ما راح يكون بنفس قوة البلاغ اللي مع شخص قائم، لانه لكن في بعض البيانات تجينا، توصلنا بعض البيانات. يعني انا حتى تلفوني امس واصلتني اكثر من مسج، شوف مع اني ما اعرفهم، ارقام مجهلة يعني، ان تشوف الموضوع كذا. فاحنا نقوم بتحليل هذه البيانات، ان شفنا لها اساس حقيقي وجدي ومعقول، وشفنا ان الميديا حواليه باديه تتكلم بهذا الموضوع، نعم. نشتغل عليه ونسال الجهه وكذا وكذا، ويتحول بعدين الرصد الى بلاغ حقيقي وناخذ اجراءاتنا فيه، ممكن يروح النيابه، ويمكن اذا ما لقينا في شيء نحافظ عندنا. اذا كان بلاغ كيدي، اكتشفتوا بعد التبليغ انه هو بلاغ كيدي، هل راح يحاسب هذا الشخص؟ يعني بالنسبه حق البلاغات الكيديه القانون رسم بان لابد ان يكون البلاغ ذو جديه ويكون فيه بيانات معقوله. ورسم ايضا طريقه حق انه ما نرهب المبلغ، فاحنا ما نحب دائما نحبذ ان نتكلم عن الكيديات، لان نعم. بس بالمقابل ايضا كرامات الناس بالنسبه لنا خط احمر. نعم. واحنا يعني لله الحمد ناخذ وقتنا في مراجعه هذه الاوراق ونمحصها ونراجعها وناخذ نسال الشهود وغير ذلك، بالهدف الوصول الى هذا الاساس المعقول. اذا ما وصلنا ذيك الساعه يعني نقول مبلغ ان نحفظه، ودائما احنا نفترض حسن النية، لكن ان وصلنا الى الكيدية مثل ما تفضلتي في اجراء مرسوم لنا، لكن ما احب انا انفر الناس فيه واخرعهم فيه، لكن ما للحد الان يعني ولله الحمد في هناك بلاغات مسؤولة، والناس اللي قاعدة تينا بدت تصير فيها وعي، لانه يشوف حقيقة الاعمال، وهذه بالنهاية مثل ما بينت ان كرامات الناس بالنسبة لنا خط احمر ينبغي ان احنا نحافظ ونحترم. اكيد. شخص طرق
باب الهيئه ببلاغ. انتم اكيد لكم اجراءات معينه داخل الهيئه، هيئه مكافحه الفساد، بحث ومع التمحيص والتحري وكل شيء. المده هذه مثلا اقدم عندكم بلاغ بعد 4 سنوات يلا احصل لا هي شوف حسب كل حاله، يعني والله ساعات تجينا بلاغات وعقب ما نطلب فيها بيانات تجينا جنات. يعني هي تبتدي يمكن بوريقه من مبلغ وتنتهي الى اجناط. نعم. واحنا نحتاج ايضا الى تحليل وتمحيص، واحيانا مثلا نقعد المبلغ نقول له ركز معي على حاله معينه. فالوقت اللي ناخذه ساعات احنا مو مسؤولين عنه، لان احنا نستعلم، نطلب من الجهات هي تزودنا في بيانات، نطلع موظفينا، في شهود على ما نناديهم ونكون نراعي التواقيت بحيث انه ما يدش واحد ويا الثاني. نعم. زاد على ذلك كتابه المذكره في نهايه المطاف تحتاج منا الى تفكير وتكييف. هذا الوقت انا ماني قايل انه ناخذ وقت طويل، لكن في حدود المعقول، بحيث ان بالنهايه نصل الى 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 صحيفه مكيفه بشكل قانوني جيد تخلينا ناخذ قرار السليم من خلاله. نعم اكيد قواكم الله، واحنا متفائلين باللي مثلك وشرواك، ومتاكدين انكم ان شاء الله راح تنهون وراح اكيد نقفز قفزه ما قصر، والكويت تقفز في مؤشر الشفافيه العالمي ان شاء الله. كل الشكر لك الدكتور محمد ابو زبر الامين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئه العامه لمكافحه الفساد، نزاهه على تواجدك معنا في ليالي الكويت. ما قصر. شكرا لك دكتور، ونتمنى فعلا ثقافه النزاهه تنتشر في مجتمعنا اكثر واكثر، بحيث انه ما نضطر نقدم آمين. مثل هذه البلاغات. آمين. ونتمنى لكم كل التوفيق باذن الله. كل الشكر لكم ما قصرتم. سلمك يا دكتور. وصلنا للختام نجلة، اكيد مشاهدينا كل الشكر لكم على حسن المتابعه، ونشوفكم في حلقات اخرى اكيد مع بقيه الزملاء. في امان الله. مع السلامه.